كابتن انور نصار مدرب عام فريق ضياء منهور، بنقول لك النهارده مبروك 3 نقاط غاليين بالفوز على فاركو النهارده. الف مبروك والحمد لله على الفوز، والحمد لله مجهود كتير والله كابتن احمد عملناه بقالنا فتره كبيره، مجهود كابتن صفاء حاطط برنامج، والحمد لله اللعيبه طلعت رجاله رجاله رجاله. وطبعا فريق فاركو فرقه محترمه مع مدرب محترم، لعيبه محترمه، ومباراه ما بين الاول والثاني ما فيش بديل غير ان احنا نكسب، والحمد لله ربنا وفقنا بالمكسب، ولتكمله ان شاء الله باذن الله دخول التصفيه، وان شاء الله هيكون لنا الورقه اللي هنطلع بيها باذن الله الممتاز ان شاء الله. مباراه متقلبه الاحداث، ده منور بيتقدم، فاركو بينجح في التعادل، ده منور بيدي الهدف الثاني، ركله جزاء ضائعه في نهايه المباراه وصد من عمرو السعيدي، شايف الاحداث ازاي؟ والله الله كابتن احمد، انت عارف ان المباراه ما تتعبش اسم على الاثنين، برضو فاركو كان بتسعى انها الامل انها تكسب على اساس ان يبقى لها برضو الامل انها تدخل في دور التصفيه، لكن احنا ما كانش عندنا بديل الا ان احنا نكسب، والحمد لله ربنا وفقنا ان احنا نقدر نجيب الجون وتعادلنا، والحمد لله برضو قدرنا ان احنا نعوض، وبالضغط الشديد قدرنا ان احنا نجيب ضربه جزاء، ولكن ما وفقش فيها محمد نص، والحمد لله هو جايب قبل كده ضربتين جزاء لكن هو ما وفقش فيها النهارده. شكرا لك يا كابتن انور، اتمنى التوفيق. شكرا لك يا كابتن، شكرا.